السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقت الإفطار ووقت السحور؟ أي نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا سنة عند الإفطار وعند تناول وجبة السحور، فجعل بأن من السنة أن نعجل الإفطار مباشرة إذا تحقق غروب الشمس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فحينما نستمع للآذان أو نتحقق من غروب الشمس نعجل بتناول وجبة الإفطار. قبل ذلك علينا أن نبدأ بالدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الصائم عند ساعة الإفطار له دعوة مستجابة لا ترد، يعني لما نسمع الأذان نردد مع المؤذن: الله أكبر، نقول الله أكبر، حي على الصلاة، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أن يختم المؤذن لكي نأخذ أجر وثواب المؤذن. وحينما ينتهي المؤذن من الأذان نقول الدعاء المأثور: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. من قال هذا الدعاء عقب الأذان أعطاه الله الرضا، الرضا في الحياة الذي نفتقده في الكثير من المجالات. الرضا، تشعر بأنك مرضي وأنك راض على الوضع وراض على الأحوال، وكفى بالله شهيدا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد نبيا ورسولا، هذا يعطيك الرضا. ثم بعده نقول الدعاء المأثور: اللهم صل على، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من قالها حلت له شفاعة رسول الله يوم القيامة، يوم القيامة، يوم الزحام، يوم التغابن، يوم المشاهد المهولة، الناس يستغيثون. فالذين يصلون على النبي الكريم عقب الأذان ويذكرون هذا الدعاء المأثور بالدرجة الرفيعة والمقام المحمود كانوا أحق الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ندعو بما شئنا، ندعو بما شئنا، لأن جاء في الحديث أن ما دعا المؤمن دعاء عقب الأذان وهو صائم إلا واستجاب الله له قطعا قطعا، إما أن يعجل له في الدنيا وإما أن يؤخرها له في الآخرة. هكذا، إما أن تقول: يا ربي أريد كذا وكذا وكذا، يعطيك وفي الحال في الدنيا، هذا إذا أحبك، إذا أحبك أعطاك في الدنيا. أما إذا أحبك أكثر واشتباك لنفسه وأراد أن تكون من أهله وخاصته يؤخرها لك في الدار الآخرة، حتى إن الأهل الإيمان واليقين لما يصلون إلى الدار الآخرة ويرون نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يقولون: يا ربنا لمن كل هذا الخير؟ يقول لك أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، يقول: يا ربي ما فعلت شيئا أستحق عليه كل هذا. فيقول الله تعالى: ألم تدعوني في الدنيا؟ ولطالما كنت تدعو، ولطالما كنت تطرق الباب، ولطالما كنت تناجي ربك بالليل ولم أعطك، ومع ذلك كنت صابرا، كنت محتسبا، فإني عوضت ذلك لك في الدار الآخرة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربنا سبحانه وتعالى يكرم عباده المؤمنين، حتى إن الذين تم استجابة لهم في الدنيا يقول: يا رب ليتك ما استجبت لي في الدنيا، ليتك أخرت كل مطالبي إلى الدار الآخرة. وكان عبد الله بن عمر إذا جاء وقت الإفطار الدعاء الذي يقوله
يا واسع المغفرة اغفر لي، يا واسع المغفرة اغفر لي. لا يطلب شيئا من الدنيا، لا يطلب مشكل سكن ولا مشكل عمل ولا مشكل رزق ولا مشكل صحة ولا مشكل أولاد، يعلم بأن كل هذا كله إلى زوال، لكن المغفرة هي الباقية عند الله تعالى. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول يا واسع المغفرة اغفر لي، وأمنا عائشة كانت تقول يا عفو إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالدعاء عقب الأذان مباشرة قبل الصيام مستجاب. لنحرص أيها الأحباب الكرام بعد الأذان والدعاء، نبدأ في الدعاء المأثور ثم بما في قلوبنا. وكان صلى الله عليه وسلم من سنته أنه يبدأ بالإفطار يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. هذه هي سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. حينما ينتهي الأذان ويقول الدعاء يبدأ أول شيء بالرطب، والرطب هو نوع من التمر الجيد المنتشر في المدينة المنورة. فإذا لم يكن هذا الرطب فالتمر أي تمر عاد، فإذا تعذر التمر فإنه يحسو حسوات من ماء. هذا أول ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الدعاء. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا هو الدعاء المأثور عقب أن نأكل التمر أو الرطب أو نحس الماء. من السنة أن يكون التمر وتريا، يعني تمرة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة. وإذا لم يكن تمر نحس حسوات من ماء، ثلاث جرعات من الماء. فكان سيدنا النبي يقول ابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وبعد ذلك يقوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، يصلي صلاة المغرب. وطبعا هذه المرحلة حوالي خمس دقائق إلى سبع دقائق تفصلنا عن الإفطار الحقيقي. فإن الصلاة هي فيها مرحلة الجسم يستعيد طاقته، لأن الماء الذي نشرب والتمر الذي نأكل فيه سكريات وفيه سوائل تجعل الجسم يستعيد طاقته، فتسري تلك المواد والأطعمة تسري على في شرايين الجسم، فالجسم يستعد والمعدة تستعد لاستقبال الطعام. ثم بعد صلاة المغرب يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على وجبة الطعام، قد يكون قليل وقد يكون كثير. هكذا في سيدنا النبي مرة لم يكن عنده إلا تمر وماء وزبيب، وأحيانا قد يكون هناك طعام كثير، يكون لحم ويكون خضروات وغيرها من الأشياء. فإذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر، ويبدأ اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر، ويأكل ما شاء الله أن يأكل طبعا دون أن يشبع. من السنة أنه يقوم على الطعام وهو لازال يشتهيه، فإذا انتهى يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. من السنة النبوية الشريفة أيضا كما قلنا تعجيل الفطور وتأخير السحور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تسحروا فإن في السحور بركة، فلابد أن يكون السحور أيضا متأخر، فنعجل الإفطار ونؤخر السحور. وتأخيره يكون بمقدار قراءة 50 آية، 50 آية يعني في 10 دقائق. نحرص أنه قبل الأذان بعشر دقائق نكون قد تسحرنا وانتهينا، وبعد ذلك نستعد لاستقبال صلاة الفجر. فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.